مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، يا هلا فيكم في حلقة متجددة من يا هلا. نبدأ حلقتنا بهذا الخبر، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. جاء ذلك في تعميم من المقام السامي على جميع الجهات الحكومية المعنية بعد الموافقة على المقترحات التي رفعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحل الإشكالات فيما يتعلق بحقوق المرأة. للتعليق على هذا القرار ينضم لنا عبر الهاتف الناشطة الاجتماعية مشاعل السويلم. مشاعل، كيف ترين هذا القرار وما الذي يمثله من نقطة تحول للمرأة السعودية؟ أهلين، مساء الخير. طبعا هو قرار مرة جميل وحكيم، وقرار في وقته يعني على حسب الزمان. يعني الحمد لله، طالما هذا القرار ما يخالف الدين فليش ما يكون؟ عرفت، المرأة الحين تغيرت، ما هي زي المرأة زمان. ما الذي تغير؟ تغيرت المرأة، صارت المرأة عاملة الحين، تشارك الرجل فعليا بالتنمية والتنشئة. ما عاد هي زي المرأة اللي أول اللي كانت تنتظر من الرجل، لا، الحين النساء فعلا شغال الرجال. طيب، يعني حتى الخبر مشاعل كان يقول بعد الموافقة على المقترحات التي رفعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحل الإشكالات فيما يتعلق بحقوق المرأة، واضح أن فيه يعني توجه كبير لإزاحة كل العقبات التي تواجه المرأة في أن تتمكن من جميع حقوقها، وهذا ما نص عليه حتى يمكن نهاية القرار. إيش رأيك؟ صحيح، يعني القرار صار يناسب المرأة أكثر وكمان الرجل، لأن القرارات القديمة كانت فيها تعطيل لمصلحة الرجل والمرأة. يعني الحين الممنوع أو القرار كان منع بس فقط السفر للمرأة، وهذا فعلا المفروض يصير لأنه هذا اللي يتوافق مع الشريعة والدين. نعم، فهمتني؟ نعم. طيب، شكرا لك الأخت مشاعل السويلم الناشطة الاجتماعية. إذن هذا كانت بدايتنا بهذا الخبر بالأمر السامي بتمكين المرأة من الخدمات دون اشتراط موافقة ولي أمرها، في خطوة كما نص عليها القرار لتمكين المرأة من حقوقها وحل الإشكالات اللي تواجهها. في خبر آخر يعني حقيقة هو خبر يضرب أروع الأمثلة في الإنسانية، في البر، في كل ما يمكن أن تسمونه من معاني الوفاء. طفل سعودي أنهى معاناة والدته مع السرطان، كيف تبرع لها بنخاعه؟ هذا الطفل ضرب أروع الأمثلة وهو اللي يبلغ من العمر 10 سنوات، ضرب أروع الأمثلة في التضحية والبر بالوالدين على الرغم من صغر سنه، إلا أنه يتبرع لوالدته بنخاعه لينهي معاناتها مع مرض سرطان الدم. نتابع هذا التقرير. الطفل سلطان الشمري الذي لم يتجاوز عمره 10 سنوات انتحل دور الأب والعضيد الذي اتكأت عليه أمه في أصعب الأوقات. سلطان الشمري ضرب الأمثلة في شجاعته وتضحيته لأمه. سلطان، يقال لبر الوالدين إن والديك أحسنا إليك في ضعفك وربياك حتى بلغت أشدك، فلا تنس حقهما في ضعفهما. ها أنت فعلتها، فالشجاعة ليست أن تقول ما تعتقد، إنما الشجاعة أن تعتقد كل ما تقول. حاول سلطان الشمري بتصرفه الرجولي إنقاذ والدته من سرطان الدم، وتأتي خطوة تبرع سلطان لوالدته يتيمة الأبوين التي ليس لها إخوان أو أخوات، والتي تصارع سرطان الدم منذ أكثر من عام بعد أن تطابقت أنسجة سلطان
مع أنسجتها. سيعلم الجميع بأنك خير من تسعى له قدم. سأقول كما قلت، إلى أن هذا أقل واجب تقدمه لوالدتك، وهذا الكلام أقل واجب نقدمه لك يا سلطان. ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك يا سلطان. هذا الطفل اللي اسمه سلطان اللي عمره ما تعدى 10 سنوات وتبرع بنخاع لوالدته اللي تعاني من سرطان الثدي. أروع الأمثلة يضربها هذا الصغير، هذا الطفل. سأل الله أن يحفظه ويخليه لوالدته وأمه، وكذلك أن يعافي والدته، ويا رب يرزقنا جميعا بأبناء يبرون بنا كما بر سلطان بوالدته. للحديث حول هالموضوع وتفاصيل أكثر ينضم عبر الهاتف والد الطفل سلطان الشمري المتبرع بنخاع لوالدته. مساك الله بالخير يا أبو سلطان. مساء الخير وحياكم الله. أول شيء طمنا عن صحة سلطان ووالدته. والله الحمد لله سلطان بخير وصحة وعافية إن شاء الله. لكن والدته حاليا في العزل. الله ندعو الله أن يعجل في وشفاء إن شاء الله. الله يشفيها ويعافيها ويعني يسعد قلبك وقلب سلطان والعائلة كلهم بعافيتها بإذن الله. بس خليني أبو سلطان، يعني هذه قصة يعني يمكن اعتدنا أن نسمع يعني ابن يتبرع بجزء من كبده لوالدته بكليته لوالدته، لكن عادة نكون أعمارهم شباب يعني في العشرينات يعني وأنت صاعد، لكن طفل عمره 10 سنوات، هل الرغبة جت منه ولا أنت يعني طرحت عليه الفكرة؟ والله يا أخوي إحنا في البداية كان قبل سنة تقريبا هم دفعوا عن العلاج الكيماوي. إيه. فترة صارت عندها أعراض طبية وقالوا ما في حل إلا الزراعة. فهي ما عندها شقة والأم والأب متوفين الله يرحمهم. فتسهل للأبناء وأبنائها كلهم صغار. هو كم عدد أولادها وأولادك يعني؟ ثلاثة. سلطان هم. سلطان هو أكبرهم؟ لا ولا سلطان الوسط. الوسط. كمل كيف إنه الفكرة يعني بدأت كمل من حيث القصة يعني بدأت إنه يتبرع. لما اختاروا إنهم يعني يحللون الاولاد. ايه. تطابق مع الام تطابق انسجه الولد. والحمد لله يعني انه طلع في احتمال انه ما يطلع يعني فيهم واحد، والحمد لله انه طلع سلطان مطابق. الحمد لله. فاحنا سالناهم في البدايه يعني انه هل عليه خطوره؟ وهي كانت حريصه جدا يعني ام سلطان. انه ما يكون عليه اي خطوره. وطمنونا الاطباء مستشفى الملك فهد الله يجزاهم خير، يعني كانوا متعاونين جدا ومسهلين لنا الامور كلها من الالف الى الياء، والحمد لله تمت. طيب بعد سلطان حولك؟ والله سلطان حاليا لا والله نايم. ما هو نايم. طيب والشعور عقب ما افاق من العمليه ويعني بدأ يتعافى وش كان يقول؟ والله هو تألم تاياه وتوجع، لكن الحمد لله لما شاف والدته وبعدين وانه نقلوا له الخلايا الجذعية فرح كثير والله سلطان. ما شاء الله تبارك الله، خلي لك سلطان ويقر عينك ان شاء الله ويسعد قلبك بعافيه. بس انا بغيت افتح موضوع عندكم يمكن يهم شريحه. طيب اكبر. طيب باختصار قل لي. ايه ان شاء الله. انا صدر لام الولد صدر لها امر سامي كريم. ايه. من الديوان الملكي ووجهوه للاداره العامه. الاداره العامه للهيئات الصحيه والمحاقيات. ايه. لما توجه لهم الامر كان تقريبا شهر 11. ايه. وارسلت مره ثانيه للديوان الملكي لان ما جاني خبر عنه. ولما ارسلت للديوان الملكي مره ثانيه ارسلوا للديوان الملكي وتواصلوا معي جزاهم الله خير، قالوا فيه
يعني احنا معطينا امر سابق. انا لما تواصلت مع الاداره العامه للهيئات وهم ما اعطونا وهم ما اعطونا يعني خبر عني. فقلت لهم يعني انتم ما اعطيتونا خبر. والحمد لله يعني انا اقول الحمد لله ممكن انها خير ان شاء الله. لكن ودي ان انهم انها تكمل بعد الزراعه تكمل علاجها في امريكا لانه صادر الامر من خادم الحرمين الشريفين جزاه الله خير عنا وعن المسلمين كلهم انه تعالج في الولايات المتحده. طيب وصل صوتك وانا اتوقع انه مو مشكلتك يعني بس بالحالك، كثيرين من يعني جاهم رد من الديوان الملكي بامر علاج وتجي عند الهيئه يعني هيئه التخصصات الصحيه اللي معنيه بالعلاج خارج المملكه تلقاها متكدسه عندهم. فهذه مشكله يعني لعلنا نطرحها ان شاء الله في وقت قادم باذن الله. شكرا لك ابو سلطان، والله يعافي ولدك سلطان ووالدته ويقر عينك بعافيتهم. ما زلنا معكم، فاصل قصير وبعد الفاصل نرجع لكم.